السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناة قصص وحكايات والمغرب. حلقتنا اليوم سيادي على واحد المرأة مزوجة مع واحد الراجل. هاد المرأة هذه كان الاسم ديالها أو غادي نسميوها حنايا سعيدة، مزوجة مع واحد الراجل الاسم ديالو اسم محمد، هي في الثلاثينات من العمر ديالها، هو في الأربعينات. هذا الراجل هذا بما حالو برزقو بما حالو ديال التجارة، السيد كان كيبيع وشري، يعني ما خاصو حتى شي خير، طوموبيلتو ما مخصصة تفش حاجة، اللي قالتها كيجيب عليها. المهم عايشة واحد العيشة هي كريمة. المهم سعيدة هذه بقى ما والدة معاه لا والو، مجوجين تقريبا هذه واحد 6 سنين، ولكن للأسف الشديد ما ولدوش. اليوم يمشيو عند الأطباء، دار هنا دار هنا، ولكن كيبقى الشهادة في الأخر ديال الله سبحانه وتعالى، واللي كيبغي يرزق بشي واحد بالدرية راه كيرزقهم. ما عليناش، هنايا شنو غادي يوقع؟ واحد النهار من النهارات هاد سعيدة هاد الزوجة هادي كتسنى في راجلها، ما الفالي انه كيجي كيتعشى معاها في الدار. جوي هاديك 11 بحال هكا 11:30 الماكسيموم كيكون في الدار، لانه كيسد المحل ديالو ديال التجارة مع جوي هاديك 10 بحال هكا كيجي للدار. هي هادي كتسنى وصلات 12 وما جاش، عيطات ليه في التليفون البورطابل ديالو ما كيجاوبش والو، واش كيجاوب؟ شافت تعيات، خرجات، فين تسول، فين تمشي، فين تجي، قالت غادي يكون مشى عند والدي ولا شي حاجه، الغدا الصباح وغادي يبان. المهم الصباح النهار كامل ما بانش، مشات عند والدي والو، والدي قال ودي ما جاش عندنا تقريبا هذه راه واحد سيمان احنا ما شفناش. ما عليناش، رجعات سولات هنا سولات هنا، مشات المحل التجاري مسدود، قالوا لها ودي راه المحل راه البارح ما جاش، وبالتالي راه ما تفتح ما والو، يعني فين مشى هذا الراجل هذا؟ ما يمكنش. والعجب هذا، شاف تعيات يومين كتقلب عليه والو بدون جدوى. هنايا اشنو دارت؟ مشات دارت واحد البلاغ لفايدة العائلة على ود راجلها انه اختفى في ظروف غامضة وما عرفاتوش فين مشى بتاتا، يعني تدازت يومين الاختفاء ديالو. هنايا البوليس دارو في حقه واحد البحث لفايدة العائلة، اشنو كان لابس، شحال في عمرو، كدير الاوصاف ديالو، كذا كذا، فين خدام، فين كيمشي، فين كيجي صحابو، جميع المعلومات، وزوداتهم هي بالفوتوكوبي ديال لاكارت ديالو. صافي قالوا لها الا كانت شي حاجه حنا غادي نعلموك، ووزعوا هاد المذكره على السبيطارات، على مراكز سوء الامن، على مستودع البلدي الاموات، والو السيد ما كاينش، ما مشدود، ما تلقى مقتول، ما حتى شي حاجه. صافي قالوا لها الا كانت شي حاجه حنا غادي نعلموك. المهم يلا مشات هيايا، في نفس النهار غادي توصل البوليس بواحد الاخباريه، المفاد ديالها انه واحد السيد تلقى مقتول في الغابه، في الغابة اللي تابعة لهاد المدينة هادي. هاد البلاصة هادي كانت مقطوعة شيئا ما، السيد مرمي هو جثة هامدة، ألقاوه شي ناس غير دايزين صدفة من تمايا، يعني ولاد واحد المنطقة حدا الغابة تمايا كيسكنو تمايا. المهم جاو البوليس تما، العيل ما كان، كيقلبو كيشوفو كيبحثو، والو ما كيلقاو لا أثر لا دليل لا شي حاجة، السيد مقتول ومرمي تمايا. عرفو الشرطة العلمية من خلال الأبحاث ديالها ان السيد ما تقتلش هنايا، وانما تهز من البلاصه تقتل فيها وجا ترمى هنايا باش يموهو العداله او لا يموهو البوليس. السيد كيقلب لي جياب وحوايجو ما فيهم حتى شي حاجه، هزوه داو المستودع البلدي الاموات، الطبيب الشرعي قال لي مودي هذا مقتول بآلة حاده عده طعنات، وقال لي واحد القضيه ان السيد هذا راه قبل ما يتقتل راه كان شارب واحد الكميه كبيره ديال المنوم، وربما هذا كان مغيب او كان فاقد الوعي ملي تقتل، هذا ماشي كان واقف يعني باغتو القاتل اللي هو كيشوف فيه وقتلو، يعني السيد هذا كان فاقد الوعي ملي قتلو القاتل ديالو. مزيان، هنايا خاصنا نعرفو، يعني البوليس خاصهم يعرفو الجثة لما كتعود، يعني السيد هذا ملقينا في جياب ولا بطاقة هوية، لا تا شي تعريف، لا تا شي حاجة، هو مجهول الهوية، تا واحد ما كعرفو من دوك الناس اللي حدا الغابة تما اللي كتاشفوه. ايوا شكون السيد هذا؟ رفعوا البصمات ديالو، بصمات ما خرجوا الا بصعوبه كبيره بزاف، ضاربوا معهم البوليس اللي حتى طلعت واحد البصمه. هاد البصمه كتقول بانه في عمره هذيك 45 عام، واسم ديالو احمد، هو نفسه هذاك السيد عرفوه البوليس بانه هو داك السيد اللي جات مراته كتبحث عليه كتقلب عليه، اختفى عليه هاد يومين وما عرفاتوش فين مشى، يعني دابا هذاك السيد اللي كتقلب عليه مراته هو هذا. عيطوا عليه البوليس، جات تعرفات عليه في مستودع البلدي الاموات، عيطوا على والدي، عيطوا على عائلته، خوته وكذا، تعرفوا عليه شكون دار فيك هاد الحاله هادي، الله يخطف فيه الحق، كذا كذا. المهم بداو في التحقيقات الاوليه ديالهم،
اول واحد غادي يسولو بطبيعة الحال هي مراته، على اعتبار انها راه هي اللي بلغات عليه وهي غتكون عارفه عليه كبيره في الصغيره. كيسولوها قالت لي مو سيدي اش نقول لكم، انا راه كما قلت لكم ملي جيت بلغت على الاختفاء ديالو، موالفه لي انه كيجي مع جوي هذيك 11 11 ونص الماكسيموم. هذاك النهار ما جاش، تشوش عيط ليه التليفون، الغد لي قلبت سولت والديه، تقدروا تسولوهم. المهم هادشي اللي كاين هنايا، عرفوا هضرتها انها زاكيه، هي نفسها الهضره اللي قالت المره الاولى، ولكن هادشي هذا ما كيمنعش انهم يحطوها تحت دائره الشك. السيد تقتل بعدة طعنات وكان يعني فقد الوعي. سولوها واش هاد راجلك هذا، واش كانوا عندو شي اعداء، كان مخاص مع شي واحد، فين يقدر يكون مشى، واش عمرو بات برا الدار. قالت لي مودي اش نقول لكم، هو في الصراحه ما عمرو بات برا الدار، وفين ما كيبغي يمشي شي واحد كيقول لي كيعلمني. هذاك النهار تقريبا هو الوحيد اللي غاب عليا وما علمني فيه ما والو، اللي حتى تلقى مقتول بهذه الطريقه، الله ياخذ الحق في هذا القتل. صافي هنا الراجل مشاو للمحل التجاري ديالو، هذاك المحل ديال البيع والشراء كان كيبعد على الدار فين كيسكن واحد المسافه اللي هي كبيره بزاف، كان السيد عنده طوموبيل. المهم مشاو اللي حتى كيوصلوا عند الناس اللي خدامين معاه في المحل، كانوا جوج شباب. المحل كان غير مسدود لانه ما كانش مولاه اللي هو الضحيه هذا الله يرحمه. سولوا هذوك جوج شباب، تعرفوا عليهم فين كيسكنوا، مشاو سولوهم واش الباترون ديالكم هذا احمد هذا كانوا عنده شي اعداء، كان شي واحد خاصم معاه، شي واحد من الكليان تغاوت معاه، حاقد عليه شي واحد. قالوا بجوج بيوم ابدا هاد احمد هذا الله عمر دار انسان مزيان، ما عمرو جبد صلاح مع شي واحد او تعرض ليه شي واحد مكروه والو. حنا خدامين معاه تقريبا هادي راه واحد 8 سنين بحال ما كاكل واحد فينا، واحد 8 سنين واحد 7 سنين والو. واش شي واحد شاف شي حاجه مشت ليه اولا عنده علاقات نسائيه ولا شي حاجه والو، السيد ترونكيل. كيجي الصباح مع جوي هذيك السبعة، كيفتح المحل كنلتحقو بيه، كنفطرو مجموعين هنايا، كيوصل الغدا كنتغداو هنايا، كنعمرو بلاد تاعتاي مجمعين خدامين ضاحكين ناشطين، اللي حتى كيسد في العشية في الليل تالي الليل مع جوي هذيك العشرة كيسد كيمشي لمحالو، يعني النهار كامل كيضل غير هنا، كيضل غير هنا سيدي. السيد كان إنسان ترونكيل والله عمره دار. وفي الصراحة البوليس ما لقاو حتى شي حاجة على هذا الراجل هذا، ما يمكنش حتى واحد ما حاقد عليه، ما عمرو تخاصم مع شي واحد، ما عمرو داعم مع شي واحد، مرتو ما عارفة عليه حتى شي حاجة، علاقات نسائية ما عندوش، ما يمكنش. فين يكون مشى ملي جا من المحل آخر مرة؟ سيغتو أنه الناس اللي خدامين معاه قالوا آخر مرة راه سد المحل في نفس التوقيت اللي كيسد فيه مع العشرة، مشينا حنا في حالاتنا، هو مشى في حالاتو. هو فين مشى ملي ما جاش لدارو؟ يعني كوجي لدارو كانت مراتو غتقول له ودي راه جا وخرج مثلا او لبات هذيك الليله، ما يمكنش. فين يكون مشى؟ فين يكون مشى اللي حتى صفاو عليه بهذه الطريقه هذه؟ بقاو كيبحثوا البوليس كيبحثوا، رجعوا عند المراه سولوها، عاودوا حقوا معها، عاودوا قالوا لها الا كتعرفي شي حاجه عاودي لينا باش نوصلوا القاتل تاع راجلك والو. قالت لهم اللي كنعرف راني قلت لكم. ولكن هنا البوليس شكوا في مراتو بزاف، هادشي اللي غادي يخليهم يبحثوا في المحيط تاع الضحيه، يعني فين كان كتكون هو ومراتو. بحثوا عليها مزيان، سولوا جيرانها، سولوا المعارف ديالها، سولوا فين كتقدا، فين كتمشي، صحاباتها كذا، غير يخرجوا بواحد المعلومه جد مهمه، وهي ان هاد السيده هذه يعني هاد سعيده هذه كان داير علاقه مع واحد الشخص سميتو ابراهيم. هاد ابراهيم هذا عنده 39 عام. ابراهيم قالوا الناس اللي ساكنين حداها وكل شيء، يعني درجة ان علاقتهم ولات مشهوره، معروفين هاد ابراهيم مع سعيده كيخونوا في هذاك احمد. احمد هو الوحيد اللي ما عارفش القصه هذه، ما عليناش. حنا غادي يواجهوا هو المراه، قالوا لها واش انت كتعرفي شي واحد سميتو ابراهيم من هنايا اللي راه معاه علاقه كيدخل عندك ملي هو راجلك ما كيكونش؟ قالت لهم لا ابدا، هذه غير هضره خاويه، والهضره ديال الحاقدين والحساد اللي كانوا كيحسدوني كيحقدوا عليا، يعني مزوجه بواحد الراجل مزيان وكيصرف عليا واي حاجه بغيتها كيجيبها ليا، هادو غير الهضره ديال الحاقدين. صافي هنايا البوليس خلاوه جانبا ومشاو لقاو القبض على ابراهيم اللي كيقولوا الناس انه كيدخل عندها في الغياب ديال راجلها. مشاو جابوه وقالوا لي انت ابراهيم اي سيدي، شني علاقتك بهذيك سعيده اللي مات راجلها في الغابه لقيناها مقتول؟ قال لي مودي هذيك شني علاقتي معها؟ علاقه ديال واحد السيده جارتي بنت حومتي بنت دربنا، هادشي اللي كاين ما بيني وبينها حتى شي حاجه، السلام عليكم ما كنقولها لها ما كتقولها ليا، يعني ما بينك وبينها حتى شي حاجه، ما بيني وبينها حتى شي حاجه،
وإلا سمعتو شي هضرة راه غير هضرة مغرضة، هضرة ديال الحقاد، هضرة ديال الحساد اللي ما حاملينش أنا وباغين فيها هي الخدمة. هادشي اللي كاين ما بيني وبين هاديك السيدة إلا الخير والإحسان. مزيان يعني البوليس أشنو غيديرو؟ عارفو كداب، عارفو مراتو تاهي كدابة، يعني مرات الضحية تاهي كدابة. خداو ليهم التليفونات ديالهم، قالو لي أرا نتا بعد هاداك التليفون، أرا التليفون، خداوه ليه، خداو التليفون لسعيدة، قلبوهم أشنو كيلقاو؟ كيلقاو رسائل غرامية وتواصل في الواتساب في الميسنجر في العيبات. المهم بيناتهم واحد العلاقة جد وطيدة، وحضرة ماشي حضرة عادية، وإنما حضرة كتبين على أنه بيناتهم شي علاقة معينة. صافي هنا يبان الكذوب ديالهم زيرهم. المهم تا غير تعرف وإلا غتشي الليلة كاملة غير بوحدك. صافي هنا إبراهيم مسكت، قال لهم هاد الهضرة هادي مكيناش، وخلقيتو هاد الرسائل وخا كذا كذا، راه حضرة خاوية مكيناش، انا نيت كانت كتعجبني وكذا وبقيت كنتواصل معاها، هادشي اللي كاين، شي حاجه اخرى راه ما كايناش. صافي هنا خلاه جانبا ومشاو عند ديك سعيده، قالوا لها شوفها سعيده، ابراهيم اعترف، قال بانك انت اللي قتلتيه وهو راه ما عنده حتى شي علاقه بهذه القضيه، هو عنده علاقه معاك ولكن راه انت اللي صفيتيه لراجلك. يلا اعترف قول لنا الصراحه والا راه انت اللي غتمشي فيها بوحدك. السيد غيضرب غير شي اعوام قليله ويخرج، لانه غير كان على علاقه معاك، نقدروا نسميه كان العلم، ولكن راه انت اللي قتلتيه، انت اللي غتمشي بالمؤبد. انا قالت لهم هو قال هاد الهضره هادي، ها هي سيدي هو قال هاد الهضره هادي. صافي قالت لهم انا غادي نقول لكم الصراحه، صراحه قتلناه بجوج بينا، حنا شركه في الجريمه هادي. مزيان تبارك الله، بغى يصيفطني غير انا بوحدي وهو يبقى يجوج شي وحده اخرى يمشي معايا. قالوا لها مزيان قول لينا الصراحه كيف دايره. قالت لي ما سيدي انا هذاك ابراهيم كنعرفو، كنعرفو شحال هادي، يلاه تزوجت بهاد راجلي هذا احمد. المهم راجلي كان كيغيب عليا، وهاد ابراهيم ديما كنشوفو قدامي هنا في الدار، مسخر هنا هنا هنا، تبعني. المهم درت معاه علاقة، ولا كيجي يدخل عندي للدار ملي ما كيكونش راجلي كيغيب عليا النهار كامل، ما كيجي حتى الليل، هو كيستافد من هاد القضية هادي وكيدخل عندي. اليوم غدا اليوم غدا اليوم غدا، العلاقة ديالنا توطات بزاف. ماليناش هنا انا صافي مبقيتش بغيت نعيش مع راجلي وبغيت نعيش مع ابراهيم، وحتى هو يبغي يتزوج بيا، ولكن العائق الوحيد هو هاد راجلي هذا. اضطرينا اننا نصافيو ليه بهاد الطريقه. وعلاش ما فكرتيش انك تطلقي منه؟ الا طلقت منه فين غادي نمشي؟ فين غادي نعيش؟ انا ما عنديش، والدي ما عندهمش، فقراء مكملين، وهاد ابراهيم حتى هو مكمل. لهذا فكرنا في التصفيه الجسديه ديال هاد احمد هذا، وتبقى لنا التركه ديالو، هذاك المحل وهاد الدار والطوموبيل وكذا، كلشي غادي يبقى لينا غير حنايا، وصافي هو غادي نصافي ولي بهاد الطريقه نعيشو مع بعضياتنا. مزيان زيدي كملي شنو الخطه اللي درتي. قالت اليوم اش نقول لكم، انا اقترحت عليه انه يصافي عليه، ولكن انا غادي نوجدو ليه. كيفاش توجدي ليه؟ غادي نعطيه واحد المنوم. هذيك الليله فاش جاني مع جوج هذيك 10 سبحان الله هكاك، عمرت لي واحد البريد تاع اتاي ودرت لي واحد المنوم، منوم كان قوي بزاف بحال المخدر، شربو هو تكاو مبقاش عاقل. في الاثناء هذه دخلت هذاك ابراهيم، دخل صافي قلت لي ها هو السيد موجود، قلت له دبر راسك. المهم طعنوا عده طعنات اللي حصفا لي. قال لي اشنو نديرو دابا؟ قلت له دبر الطوموبيل، كان هو مدبر عليه الصراحه، جايبه موجوده جابها. تالي الليل خرجنا الجثه ديالو، رميناه في الطوموبيل، وصاك الطوموبيل اللي حتداها رمى الجثه في الغابه ورجع. الغد اللي تلاقيت معاه قال لي صافي راه صافي تهنيت منه، لحتو في واحد الغابه، حتى واحد ما غادي يجيب لي الخبار، وكاع لي العاق وكاع ما عادهم ما يصوروا، حتى واحد ما غادي يعيق بينا. المهم غير ضربي الطمطيه وسيري ديري واحد البحث اللي فيها تعايل على ود راجلك، واش نقول لهم واش نقول لهم. المهم اتفقوا على الاساس هذا وغبروا، وكانوا قالوا مع راسهم ملي غدوز واحد الفتره ديال واحد 6 شهور 8 شهور بحال ما كاك تناسى القضيه غادي نتزوجوا. ايوا هادو كانوا الاعترافات ديال هاد سعيده هادي، لان هي اللي صفات الراجل بهاد الطريقه باش يغ هي وداك ابراهيم اللعين اللي معاها. مالينا شنو، رجعوا عند ابراهيم قال له شوف راه ديك السيده راه اعترفات سعيده، غير اعترف صافي حتى دابا راك ماشي غير اعترف سلك. صافي اعترف بما نسب اليه، واعترف بالهضره اللي قالت سعيده بانه هو اللي قتلو من بعد ما مراتو دارت ليه منوم في كاس داتاي، صفاها لي طعنو عدة طعنات، وهزو في الطوموبيل بالمساعدة ديال ديك المرا، هزو لأرماو في ديك الغابة في طرف المدينة، ورجعو حالاتهم. هادشي اللي كاين بخلاصة. صافي هنا يتقدمو جوج بيهم العدالة،
تحكم هو بالإعدام وهي تحكمات بالمؤبد. هذه هي النهاية ديال الحلقة ديال اليوم، كنتمنى أنها تنال الرضا ديالكم، والله يرحم لكم الوالدين على حسن الإصغاء والمتابعة، ودمتم أوفياء القناة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.